هذه إساءة للقوات المسلحة المصرية، مثل ذلك الذي ادعى أنه لم تنزف قطرة دماء واحدة على تيران وصنافير، ده إساءة وإهانة لدماء الشهداء. وأنا بطلب من القوات المسلحة أنها تحاسب هذا الضابط لأنه أساء لكل الشهداء وأساء لرجالتي اللي حاربوا معايا في 73. مفيش حاجة اسمها إن لازم كل نغرق الدنيا دم عشان خاطر نقول إن احنا بنحارب وندافع عن حتة أرض بتخصنا. القاهرة نزف فيها كم نقطة دم وإحنا بنحارب في 73. أسيوط، الأقصر، مش كل الأرض دي كنا بندافع عنها وإحنا بنحارب في 73؟ هو لازم يقع دم علشان خاطر نقول إن الأرض دي بتاعتنا؟ ومع ذلك فقد حاربنا فوق تيران وصنافير. وهناك عبد المنعم خليل اللي كان قائد الجيش تاني، ليه شهادة موجودة على اليوتيوب، نرجو إن السادة الضباط دول اللي هم ما دخلوش حرب خالص في حياتهم يرجعوا اليوتيوب دي ويشوفوا القادة العظام كانوا بيقولوا إيه. وقال إن أنا والجنود كنا بنحاول نوصل أكل وشرب للسرية اللي موجودة، سرية الصعقة اللي موجودة في تيران، وما عرفناش نوصلها. وأسره وصور الأسرة موجودة برضو على السوشيال ميديا لو عايزين يرجعوا ويشوفوها، لكن هم مش عايزين يشوفوا لأن هم ارتضوا بأن يطلق عليهم خبراء استراتيجيين. وأنا بقول أنهم لا خبراء ولا استراتيجيين ولا يفقهوا شيئا، وبقول هو وأنا مسؤول عن كلامي ده لأنه ثبت في المحكمة أن كل اللي قالوه وهو نفس اللي بيكرروه دلوقتي لم يكن له أي قيمة قانونية ولا تاريخية ولا جغرافية. لا أستاذ قانون عمرنا ما سمعنا عنه في حياتنا، وأنا راجل بمارس القانون بقالي 40 سنة، قانون الدولي والقانون العام، نلاقي ده راجع وجاي بيفتي النهاردة وملوش ملزمة تذكر في تاريخ الكتب بتاعت القانون الموجودة في مصر. نلاقي واحد بيدعي ان هو استاذ جغرافيا وهو بطلع كتاب قبل كده نتكلم فيه على ان تيران وصنافير مصرية، يوم مطلع كتيب كامل وبغلاف اللي هو رئيس الجامعة الجغرافية ومصروف عليه كويس قوي عشان يثبت ان تيران وصنافير مش مصرية. عيب عليهم، هؤلاء ينبغي لهم ان يستحوا